ممكن يكونوا بيعانوا من مرض ما في هذه المؤسسة. طبعا برحب بيك في البداية، وقول لي الأول أنت اسمك إيه؟ أحمد. تحب الأهلي؟ لا، بتحب مين؟ بحب اللحم. إيه؟ لحم أحمر؟ اللي هو الأهلي يعني؟ آه. طيب ماشي، بتحب مين بقى في الأهلي؟ أبغي. طب قول لي، طب أنت تمنياتك مين يكسب النهاردة؟ الأهلي يكسب كام؟ لا، تمانية. تمانية؟ كتير قوي. طب انت بتحب مين من لعيبه الاهلي؟ مثلا في صلاح جمعه، في عبد الله السعيد، في احمد فتحي. احمد فتحي. احمد فتحي. طيب انت بقى، انت شكلك اهلاوي قوي، قول لي بتحب مين من لعيبه الاهلي؟ عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. تمام. الماتش بقى النهارده شايفه ازاي؟ وان شاء الله الاهلي يكسب، وتوقعاتك النتيجه ايه؟ مثلا 0-3 للاهلي. اه. وحاسس ان الاهلي هيكسب من غير شك. قول لي بقى شعورك ايه وانت بتتصور مع لعيبه الاهلي النهارده؟ لا، كاني رحت الجنه. كنت مبسوط يعني؟ اه طبعا. تمام، الاهلي هينتصر النهارده ان شاء الله؟ طبعا ان شاء الله.